بالنسبه لي البوليسي والمطارده ديال الشاب اللي هز معاه القاصرات ولا هو نيت براسو خاسر، بالنسبه للمطارده خاصها تكون ضروري. هذاك السيد اللي كان مجرم ضرب شي واحد وهرب، بزاف الاحتمالات في هذه المساله ديال المطارده، ونتمنوا خير للبوليسي والله يرحم هذاك الدري والله يصبر الاهل ديالو. الاعتقال ديال البوليسي نتمنوا ليه الافراج عليه، تي هذيك الواجب ديالو في نطاق الخدمه ديالو، داك الشيء علاش قام به المطارده. خاصو ضروري تدخل، لا ما جاش تدخل البوليس باش يحمي الاخر ويحمي هذاك الدري نيت اللي داير هذيك الحاله، هز معاه جوج دريات وهو وبدون كاسك، اعلم الله شنو داير هو البوليسي، شنو دار في التفكير ديالو، اعلم الله شنو دار الاحتمالات ديال اللي قراو قبل المطارده، يعني الا ما جاش يطاردو عاي خليه غادي هكاك تالي زعما لونسيل دوريه اخرى. راه من المستحيلات كاين بعض الحوايج بنادم كتقول لي، وانا لاحظت بزاف ديال الحوايج البوليسي كيعطي الاوامر للمواطن باش يوقف وما كيوقفش، ما كيمتثلش الاوامر ديالو. خاصو المطارده في جميع الحالات، خاص المطارده. لما بقى بنادم كيف كاين بزاف الناس عندهم غارقين بلانات وكيبقاو بالعام بالعامين بثلاث سنين هما مفرين من العداله. خاص اي واحد عطاه الاوامر البوليسي يخصو يوقف ليه، لا ما وقفش خاصو المطارده. البوليسي خايب من الجهه ديالو، البوليسي غير خدمته الصراحه، والغلط الغلط كيبقى للدري. الدري اولا مركب مع جوج ديال الناس موطور، وموطور كيمشيو فيه جوج، والبوليسي وقفوا وعدم امتثال الشرطه خير كتعتبر مخالفه للقانون. دونك البوليسي في الحاله غيدير غير خدمته وغادي يوقفوا. الوعي ديال بنادم، الوعي ديال بنادم هو المشكل اخي. بنادم ما واعيش شنو بوليسي يوقفك، انت ديجا مخالف القانون دونك غادي توقف غادي الاعتقال ديال البوليسي صراحه مازال خصهم يحققوا معاه ويشوفوا ويشوفوا الغلط منين كاين. حيت انا بالنسبه لي الغلط، الراي ديالي الغلط من خونا الله يرحمه. هي بصراحه الفجعه كانت مؤلمه، ولكن هو البوليسي زعما اللي دار القضيه هو كان اولا من حقه انه يتبع السيد، حيث هرب من العداله كان عليه يوقف، حيث مركب مع جوج بنات راه عارف قوانين ديال الموطور وكذا، خصك تركب معك واحد. ولكن المخلفات ديال هذه الفجعه كانت صراحه انه وفاه السيد كانت حاجه اللي صعيبه. كنظن انه البوليسي غادي يكونوا عليه مجريات اللي ولا عواقب اللي صعيبه، ويقدر مثلا ما يكونوش كاميرات، يقدر يكون الليل ما غاديش يعرف الرقم ديال اللوحه ديال الموطور ولا ديال الطوموبيل ولا كيف ما كانت. دونك خصو يلاحقوا باش ما تكثرش لا الجريمه ما تكثرش شي حاجه في البلاد. هي كيف ما قلت لك كانت حاجه اللي ما يبغيها حتى شي واحد، اي واحد يكون مثلا مقرب للسيد ولا هذا، غادي تجي مؤلمه وما غاديش يبغي اصلا ان شي واحد مثلا تبع مثلا كبوليسي ولا شي حاجه، ما تبعش اي واحد هرب صافي خلي تدير شكايه ولا شي حاجه. ولكن راه من حقه كقانون هو طبق القانون اللي عليه، ولكن ما كانش عليه يدفع. بطبيعه الحال حيت القانون اصلا هو مفروض عليه شنو يدير، دونك هو كيطبق داكشي اللي عليه، خصو يتبع اي واحد. ولكن باش توصل بك انك دير شي حاجه اللي زايده، انك مثلا تدفعو ولا ما عرفش ما بغاش يوقف ليك تضربو ولا شي حاجه، هادشي ما خصوش يبقى. وخص حتى الا كان مفروض عليك وانت كيطالبوك باش دير هادشي، حاول ما تطبقوش وصافي. وخي الحادثه اللي وقعت، انا سمعنا ان بوليسي كان تابع خونا مركب مع جوج بنات، انا ما سمعتش. هو نورمالمون بوليسي انت شتي انه واحد غادي، شي واحد غادي بجوج بنات في رمضان غادي يفطروا في البحر، يعني نورمالمون خصك تتبعهم. تشوفوها غالبا ما يكونش كداير الكاسك، عنده الحق يتبعوها، ولكن المشكل ديال الطريقه كيفاش حبسوا. انا لا ما سمعتش ان خونا بغى يحبس، ولكن ما هو فاش شافو بغى يحبس دفعوا برجلو بحالك. هذيك الدفعه لا اخي ما مستحيل، راه من حقه اي واحد يشوفوا انه غادي انتردي ولا غادي يدير شي حاجه غير قانونيه، ولكن باش يدفعوا بديك الطريقه لا. عاوتاني هادشي كيرجعنا لشحال هادي، حنا دابا في واحد العصر اللي خصنا نكونوا فهمتي نقص شويه من العنف. الراي ديالي في الوفاه ديالو انه ما خصوش يكون يموت بديك الطريقه، ماشي طريقه مزيانه باش تموت انك كنتي باغي تحبس وتهضر وتخلص كاع داكشي اللي عليك، ولكن في الاخر تموت خايبه كاع. ان البوليسي هو اللي عنده الخطا، حيت هو اول حاجه من غادي يشوف داك لو ريسك كامل خصو يتجنب المطارده ديال الشخص،
وان بليس دو سا كان ركب معاه واحد جوج بنات دونك غيكون لو ريسك كثير بزاف. انا ما فهمتش التصرف ديالو حتى هاد الشيء كان يقدر زعما يترتب عليه الموت ديال جوج ديال البنات اللي كان هز معاه ماشي غير ديال الشخص الاول. ولكن عاوتاني كنقدروا نقولوا على ان كاين واحد الخطا صغير ديال 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 الولد ما كانش حق عليه زعما يبقى غادي بهذيك الفيتاس وما يهزش مع جوج بنات. هذه اول حاجه. ومين يشوف البوليس داك الساعات قال لي وقف يوقف علاش غادي يبقى غادي هو كيتمشى. من هنا كنقولوا كاين جوج ديال الاخطاء من هنا ومن هنايا وفي الاخر ما نقدرش نحكم على شي واحد. ما يمكنش حيتاش الام ديال هذاك الدري والعائله ديالو الاصدقاء ديالو يقدروا حتى هما يعني يكون عندهم واحد الحكم كبير ماشي غير يتعتقل ولكن زعما يطبق عليه شي حكم اكثر من الاعتقال. غيطبقوا ولكن خصو حيتاش البوليس قبل ما يولي بوليس راه كيدوز دي ستاج ومن هذوك لي ستاج انا كيبان ليا على ان خصو يشوف بعدا لا سيتوياسيون كي دايره عادي عادي يدير لا رياكسيون ماشي هو غادي مدرم. فهمتي انا كنقول ماشي الحكم اللي ديال الاعتقال مزيان. الدري شا هو فهمتيني دار الغلط ما كانش عليه رب الموطور مع دوك الجبنات والبوليس حتى هو ما كانش عليه يدفع فهمتيني دونك المشكل بدا من الدري فهمتيني ما كانش عليه رب ينفوقف عليه البوليسي كان خصو يوقف هو من يهرب البوليسي شبعو حتى هو البوليسي فهمتيني دار الغلط هي فين دفعو فهمتيني ما كانش عليه يدفع. انا هذا هو اللي كاين اخويا وصافي. البوليس هذيك هي الخدمه ديالهم فهمتيني كان قدر يروندي البوليسي اخر وغيشدوه في الطريق راه اخويا فهمتيني بقى فين فهمتيني الدري مات فهمتيني مشى هكاك فهمتيني ما كانش خصو يتدفع ما كانش خصو يمد ديك الموشه فهمتيني يمشي يشدوه بالخاطر فهمتيني ما كاينش لا شي تدفع ولا شي حاجه فهمتيني مي ماش بقى فينا الحال. الاعتقال ديال البوليسي الصراحه خصو يتعرض للمحاكمه ديك البوليسي وغيطبق القانون عليه بحالو بحال اي واحد فهمتيني غيطبق عليه القانون بحالو بحال اي واحد. الراي ديالي في هذه الفاجعه اللي وقعت ديال البوليسي اللي كان تابع ديك مال الماطر يعني ما كانش يتبعهم بديك الطريقه كان اوموا يحبسهم وحيتاش هما ما دايرينش الكاسك وهازين ثلاثه ديال الناس. هو من حقه يتبع اي واحد الا مخالف القانون ولكن يعني ولا كان مثلا غيكون شي فيروج ولا في شي بلاصه اللي يعني كاينين الناس زحام ولا هذا يخليه يمشي حتى يوقف ويشدو بشي طريقه تكون احترافيه يعني ديال الشرطه ماشي طريقه تكون يعني همجيه يدفع ولا يتلح عليه ولا. الراي ديالي في الوفاه يعني نورمالمون البوليس خاصو واحد النوع من العقاب باش البوليس كاملين يديروا الاحتياط ديالهم باش يخدموا يعني بالطريقه الاحترافيه ديال اللي كيخدموا بها البوليس جميع الناس اللي في برا واللي في المغرب كامل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.